وبما أنه تم إصدار تراخيص دور السينما في المملكة، برنامج سيدتي بدوره لازم يستضيف أهم المخرجين والمخرجات السعوديات، ومنهم اليوم هنبدأ مع المخرجة هاجر النعيم. أهلا وسهلا فيك هاجر. أهلا وسهلا يا حبيبتي. يعني بداية أحب أبارك لك وأهنيك بإصدار تراخيص دور السينما في المملكة العربية السعودية. الله يبارك فيك. تسلمي. لو تقولين لي هاجر، قديش ممكن يساعدك كمخرجة في عرض أفلامك هنا في المملكة؟ أحس أنه فعلا المجتمع، أو مو المجتمع، خلينا نقول أفراد السعوديين خصوصا اللي مولوا فيلمي احتجاز، يعني يستحقوا أن يشوفوا نتيجة الدعم المادي والمعنوي اللي دعموني فيه على أرضهم بدل ما يشوفوا في مهرجانات برا. جميل. صحيح. طب من وجهة نظرك هاجر، أنا الأوان لتدريس صناعة الأفلام السينمائية في المملكة كتخصص معتمد في الجامعات والمعاهد؟ أولا شكرا على طرحك هذه النقطة، هذه النقطة من أهم أهدافي أنا كصانعة أفلام، ويعني هي السبب اللي خلتني حتى أروح أمريكا. احنا يعني مثلا يعني كثير من الاشخاص هنا مش مستوعبين قد ايش اهميه التعليم وتعليم صناعه الافلام في السعوديه، لانه تختصر المسافه. كثير عندنا هوات، لكن يمكن انا ما وصلت للي وصلت له الا بفضل رب العالمين، ثم بفضل دراستي في الجامعه مع اكاديميين موجهين لهذا الموضوع. ممكن صناعة فيلم أمل اللي عرضته في مهرجان أفلام السعودية، يمكن اللي شاف الفيلم هذا واللي شاف الفيلم هذاك بينهم سنة ونص ممكن يشوف الفرق بين الإنتاج هنا والإنتاج هنا، وهذا يعني له دراسة لها فضل في هذا الموضوع. وكثير من صناع الأفلام خصوصا الهواة اللي حابين يدخلون عندهم الشغف، لكن خصوصا صناعة الأفلام ممكن تحول هذا الشغف إلى مهارة، لكن كيف نحول الشغف إلى مهارة؟ عن طريق التعليم أكيد. والتوجيه. فكثير من صناع الأفلام تائهين. طيب عشان ما في هنا تخصص معتمد، ما في تخصص. طب من وجهة نظرك ليش التخصص ده ما هو معتمد عندنا في السعودية؟ طبعا بعيدا عن انه الان صرح بدور السينما، لكن قبل كده في يعني موجود عندنا مثلا صناعة مسلسلات، صناعة برامج، ليش الافلام ما هي موجودة؟ صناعة الافلام مو معتمدة كدراسة اكاديمية عندنا في الجامعات السعودية، بس في اشياء ثانيه معتمده، ليش الافلام تحديدا؟ اعتقد ما في كان اهتمام بصناعه الافلام حتى في السابق. مفهوم الترفيه تغير عندنا في المملكه، انه الان يعني مو بس انه صناعه الافلام هي فقط يعني وسيله للتوعيه، يمكن كان هذا الهدف والغرض منها، لكن كانت نظريه، يعني ما كانت تطبق بشكل عملي. صحيح. صحيح. ما الان حاليا عندنا حتى فرص ان احنا يعني نعطي صوتنا للعالم او نحكي قصصنا للعالم، فحنا هذا هدفنا، واللي اتوقع انه زرعته المملكه العربيه السعوديه في انفسنا حنا كشباب، نوري العالم من حنا، المخترع يوري العالم من هو باختراعاته. حنا الان المملكه العربيه السعوديه تدعمنا انه حنا نوصل صوتنا للعالم، مو بس حتى للمجتمعنا هنا. فاتوقع انا متفائله جدا جدا انه يكون في دعم لصناعه الافلام القصيره والطويله، على يعني حتى الافلام الوثائقيه. انا متفائله فيك، تعرفي ليه؟ يعني فحسيتها بتتكلم بحب من هي قلبها. ايوه يعني فعلا انا اشوف، او يعني اول مره اشوف احد وانا بعمل معاه لقاء انت بتتكلمي بحب، واضح انك انت حابه المهنه. نفسي فعلا انا نفسي ادعم المراه السعوديه بشكل خاص. فعلا انا نفسي تكون في منصه انه انقل خبرتي، اللي لانه ما تتخيلي قد ايش يعني التجربه اللي انا مريت فيها في هوليوود. عيونك دمعت. يعني من جد نفسي انه هذه الخبره اللي انا يعني اللي انا الفرصه اللي اعطتني اياها بلدي انه اروح برا. في كثير بنات سعوديات مش قادرين يطلعوا برا. طيب يا هاجر، يعني كلامك رائع وشعورك رائع وشغفك واضح، وصل لنا، اكيد وصل للجميع. لكن خليني اسالك، يعني ذكرتي ما بين الفيلم الاول والثاني كان سنه ونص، لكن لما كنتي مع ناس متخصصين واكاديميين اكيد طوروا كثير او وجهوكي بالطريقه الصحيحه. خليني اسالك اذا، ايش هي ابرز الركائز اللي اعتمدتي عليها خلال دراستك؟ أعتقد الفرق بين الفيلمين كان في أسس الكتابة. لما يعني عرفت كتبت وأخطأت، تعلمت من أخطائي، فشفت وين الخطأ موجود وتعلمت من خطأي. فبعدها وجاء هذا الكلاس اللي أخذته في الجامعة متأخر، اللي هو طريقة تحليل النصوص أو الأفلام السينمائية،
لما بدينا نحلل وكل اسبوع كنا بنعطي اساينمنت اللي هو واجب ان احنا تحليل الفيلم ونناقش معاه في الكلاس مع البروفيسور، صارت عندي رؤية أوضح إيش العناصر الصحيحة في كتابة أو حكاية القصة. نتناقش في الفيلم مو بس في طريقة كتابته، حتى في الفيجوالز، حتى في الألوان، حتى في كل حاجة. فمهم جدا لي، يعني أنا أعتقد حتى هذه الهواة ما يقدروا حتى يعني يمارسوا هذا أو يطلعوا على هذا الشيء من خلال الإنترنت إلا بعد ما ياخذوا طريقة تحليل الأفلام، بعدها يروح يعني في البيت ويمارسوا هذا الشيء. صقلتي شغفك وحبك للأفلام والأشياء دي عن طريق الدراسة. صحيح، هذا أهم شيء. صحيح. أنت دارسة في إحدى أكبر الجامعات في أمريكا كما ذكرتي لي، ليولا ماريمونت يونيفرسيتي. هي الجامعة هذه تعتبر الترتيب السابع في أمريكا في صناعة الأفلام. صحيح. لو هسألك، وبما أنه أنت الحين مرة تأثرتي وأنت بتحكي عن حبك وشغفك للأفلام، متى بدأ شغفك فعليا في صناعة الأفلام؟ متى حسيتي أنه أنا فعلا، لأنه أكيد هذه الجامعة ما اخترتيها بشكل كذا مثلا عشوائي، أكيد اخترتيها بسبب ما، لأنه تعتبر كمان ترتيب السابع في الجامعات الأمريكية. فمن متى وانت تحبي انه انت تخرجي افلام؟ انا حسيت انه نفسي امسك كاميرا في البدايه، ما كان عندي اكثر من هذا الشغف. انا دائما عندي احب امسك كاميرا، والشغله الثانيه ابغى اوصل صوتي للعالم. كنت اوكي بشتغل سفيره، بعدين حسيت انه لا اوكي انا ابغى اوصل صوتي للعالم، بس انا ما عندي شغف اني اكون سفيره لاني بشوف نفسي كثير عندي مهاره التحدث. لكن بعد كذا أول ما تخرجت من البكالوريوس، تخرجت من ضمن معلومات إدارية، اشتريت كلمتي الأولى. بعدها بعد ما درست في جامعة الملك فيصل بعد التخرج سنة كاملة، قلت لا، مش هذا مكاني، خليني أروح وأطور لغتي وأختار مكان فيه صناعة السينما. فرحت على لوس أنجلوس. لما رحت على لوس أنجلوس رحت على حسابي، فكان هدفي USC. USC هي الرقم واحد على مستوى العالم الجامعة. ما قدرت أروح هناك لأنه حسب المواصلات، فرحت على أقرب جامعة للمعهد اللي هي UCLA. فرحت أستكشف المكان، ورحت جلست على أحد أبواب الكلاسات اللي هناك، وبديت أسمع البروفيسور وهم يتكلموا. فلحظة لحظتها يعني حسيت أنه هذا مكانك، أنا ما أبغى أكون برا الكلاس، مكاني داخل الكلاس. فرجعت للسعودية وأنا عندي هدف، أنا أبغى أرجع داخل الكلاس. فقدمت على البعثة والحمد لله انقبلت، قدمت على نيويورك في الأكاديمية، انقبلت في نيويورك في الأكاديمية، لكن كان هدفي أفضل الجامعات على مستوى العالم. فقدمت على أكثر من جامعة وانقبلت الحمد لله في ليولا ماريمونت يونيفرسيتي. جميل. طب ذكرتيني قبل شوي أنه في صعوبات واجهتك وأنت هناك في أمريكا. الصعوبات اللي واجهتني هو كيفية التواصل مع الفريق، كيفية أنه أشرح أنا إيش أبغى أسوي، إيش القصص اللي أنا أبغى أسويها. فشوي الموضوع يعني بدأ حاجز بالنسبة لي، وخصوصا أني أول ما رحت على أمريكا ما كان هذاك عندي هذاك الانفتاح. أنا جاية من مجتمع يعني شوي يعني متحفظ نوعا ما، فكوني يعني هناك امرأة محجبة حتى بعبايتها كان شوي صعب انه اتعامل، وكان هم حتى بيشوفوا لي بنظره انه مين انت. فشوي كان صعب علي التعامل مع لما عرفت وكونت صداقات وعرفت من هو المجتمع الامريكي، كونت صداقات مع الامريكان. انت ترجمتي هذه الصعوبات كمان في احدى افلامك. بالضبط، في احتجاز. جميل. في احتجاز خلاني افهم بعد ما استوعبت قد ايش احنا ما عندنا يعني عندنا نظرة خاطئة عن الأمريكان، عندنا نظرة خاطئة جدا. يعني لما كونت صداقات احنا عندنا نظرة خاطئة عنهم هم. هم بالضبط. وهم يعني وبالعكس. ايوه صحيح. بالضبط. طب ايش رايك نشوف احتجاج سوا؟ ايوه اكيد. نشوف التريلر؟ يلا. Set off a bomb in one of the most high profile airports in the world. A lot of innocent people were killed. I can detain you as long as I suspect that you may have intelligence on a possible terrorist threat. You can either let me see her right now, or we can take this conversation to a bigger stage. We'll die every day we're off from. You either drink them or they kill you. What if you had no choice? You always have a choice. We'll be right back.
شفنا أول تريلر لفيلم سعودي أخير. أنا مبسوطة يعني إنه هذا الفيلم نعرض على شاشات سعودية يعني كتريلر. لو تحكي لنا هاجر، يعني فيلم احتجاز هو آخر أفلامك اللي سويتيها، ليش اخترتي هذه القصة بالذات، قصة الفتاة؟ اوكي يعني انت تعتبري عانيتي من جزء، لكن لو تكلمنا بشكل اوسع على قصه الفيلم، لو انت تحكينا شخصيا صحيح. عن قصه الفيلم بشكل اوسع. القصه بدات سعوديه بحته، قله المعلومات اللي ممكن اوصل لها والموارد اللي في الانترنت، كان شوي خطر علي انه بنت سعوديه بتدور على كيفيه غسل داعش لأدمغة الناس اللي بتنضم لها. كان صعب جدا أنه أبحث عن هذه المعلومات أصلاً. بخوف وخصوصا على أيام الانتخابات الأمريكية وكذا، فكان صعب جدا أنه أبحث عن هذا الموضوع. فقلت خليني أتكلم عن حاجة أنا يعني، حنا دائما في صناعة الأفلام نتكلم أنه الشيء اللي بيجي من داخلك بيوصل للناس. فلما شفت التفجيرات اللي صايرة في العالم وشفت زملائي قد إيش هم يعني بيغيروا البروفايل بيكتشر في عندهم في الفيسبوك على أعلام المدن اللي بتتفجر، وما حد سمع بالتفجير اللي صار عندنا في السعودية في الحرم النبوي أو في التفجيرات اللي بتصير في المساجد على هذه الأيام. فلحظتها كتبت بوست ومرة تأثرت، قلت هذه القصة لازم تنتشر. فكتبت اللي هو فيلم يتكلم عن، قلت كيف راح أوصل للأمريكان، كيف راح أبين لهم وجهة نظري، لازم أطرح برضو وجهة نظرهم هم على على علشان على مشكلتك انت. ايوه على مشكلتي انا بالضبط. فطرحت وجهه النظرين، وجهه نظر امريكان، وتعاونت مع كاتب امريكي وساعدني كثير في يعني، جلس معايا يعني ايام واسابيع بس علشان يفهم ويستوعب ايش اللي حابه اني اوصله. جميل. طيب هاجر، طبعا اكيد حنكمل معك وحناخذ تفاصيل اكثر عن الفيلم الاخير هذا، لان انا عندي اسئله كثير عنه. وانا كمان. لكن مشاهدينا حنطلع فاصل وراجعين. ورجعنا لكم من جديد مع المخرجه هاجر النعيم. هاجر، قبل ما نطلع فاصل، انت كنت جالسه تحكي لنا عن الكاتب اللي ساعدك في كتابه نص فيلم احتجاز. كيف قدرتي تقنعيه انت بانه يكتب فيلم الى حد ما ضد افكار مبادئ الامريكان اللي تكونت عندنا في الفتره الاخيره كمسلمين وكعرب؟ هو انا يعني اخترت الشخصيه الرئيسيه هذه عشان تمثل وجهة نظري، وهو كان بيمثل وجهة نظر الأمريكان، فكنا حنا في الوسطيين في موضوع المسلمين وموضوع الأمريكان. فيعني عشان هو يمكن خصوصا أنه واجه تحديات بالنسبة له كأمريكي جاي من يعني باكراوند خلفية متعصبة. أيوة جاي من خلفية متعصبة جدا، وبيحارب حتى المجتمع اللي هو عايش فيه. هو أصلاً هو ايوه مش انه قصته في الفيلم، لكن لا هو اصلا ككاتب كان بيحارب المجتمع اللي هو فيه علشان يبين لهم انه انا اعرف كثير مسلمين لكن مش هم بنفس النمط او بالصوره اللي انتم تتخيلوها. جميل، يعني انت تحديتي نفسك وهو برضه عن طريقك خليتيه يتحدى نفسه بالضبط. كمان بالضبط. طيب كنا بنتكلم عن دعم هذا الفيلم، فيلم احتجاز، لو تقولي لنا كيف كان الدعم المادي له؟ أنا أوجه الشكر أولاً لكل شخص ساعدني والفولورز تبعي في سناب شات، لأن هم الأشخاص اللي ساعدوني أنه يعني بعد رب العالمين أوصل اللي وصلت له في احتجاز. كانوا معي خطوة بخطوة، ولما طرحت الفيلم طرحته وقلت كذا بالنص أنه أنا هذا النص الفيلم يعني تم اعتماده من قبل الجامعة على أنه من أفضل النصوص، وأنا أبغى أنجح في هذا الفيلم وأبغى يكون اسمكم معي، أبغى أربط نجاح، أبغى أثبت أن السعودية ليس فقط جاهزة أنه تبني بس أنه المشاهدين يشوفوا أفلام، لا هم برضو عندهم استعداد أنهم يمولوا أفلام. فكثير تحمسوا أنهم يكونوا جزء من هذا العمل، فانطلقت أيوة حملة اللي هو دعم الفيلم، ونشروا الفيلم إلى أن وصل بطريقة أو بأخرى. وأوجه الشكر لمؤسسة أحياها، الممثلة في سمو الأمير عبد العزيز بن طلال وسمو الأميرة سراء بنت سعود، يعني دعمهم المادي ومو بس المادي، المعنوي قبل كل حاجة. بالضبط. يعني على راسي والله اللي قدموا لي، يعني يكفيني من احتجاز دعمهم لي.
جميل. هاجر، ذكرتي انه اختير نص الفيلم كافضل النصوص في الجامعه. عرض الفيلم بدايه سؤال، عرض الفيلم في الجامعه او هل تم عرضه على احد هناك كنت هناك؟ بعد ما خلصنا الفيلم عرض في الجامعه، هو فهمت العرض بعد نهايه السنه. تتوقع قدرتي انه انت تغيري من الفكره الماخوذه عن المسلمين هناك؟ ايش كانت ردود الفعل بعد ما شاف الفيلم؟ احد التعليقات اللي جاتني اثناء العرض كان من وحده صينيه، وانا يعني استغربت انه يعني في وحده يعني حتى مش ما لها علاقه باللي صاير في لانه موجه للامريكان والمسلمين. فقالت لي تاثرت كثير بالشخصيه، حبيت كثير يعني ما توقعت انه فعلا في ممكن شخصيه راح تمر بهذه المواقف بهذه الخيارات اللي هي تواجهها. يعني انت تتوقع انه فعلا في ناس تغيرت فكرهم عن المسلمين، اكيد عشان كذا اختاروا احدى افضل النصوص ولا؟ ايوه، لانه في تركيبته معقد في الشخصيات وبيطرح وجهه نظر يعني مختلفه في وقت زمني قصير، فتناول قضيه مثل هذه بهذا التعقيد في زمن قصير يعني كان يشكل تحدي. فمجرد اني تناولته بهذه الطريقه يعني من جد فخورة أنه كل الأساتذة اللي ساعدوني في الجامعة أنه وصلوني لهذه النقطة أنه أحكي هذه القصة بهذه الطريقة. جميل. طيب لو نبغى نتكلم عن بناء الفيلم أو وقت تصويره، كيف مثلا حددت اللوكيشن؟ كيف يعني تم اختيار الممثلين فيه؟ بالنسبة للوكيشنز احنا اعتمدنا على أنه قد ما نقدر أن احنا نخلي الميزانية قليلة، لأنه يعني عفوا هو يعد من الأفلام القصيرة ولا الطويلة؟ القصيرة. بنينا اللوكيشن في الجامعه، وهذه من الاشياء اللي دعمتنا فيها الجامعه. حلو. بنينا يمكن الغرفه حقت الانتروجيشن اللي هو التحقيق، مو باين انه في برا الجامعه. اخذنا استوديو يوم كامل في مكان ثاني. بقيه اللوكيشنز كانت كلها حوالين الجامعه، ما كان في اي حاجه برا الجامعه. بالنسبه للممثلين كان معانا الكاستنج دايركتور حمزه سمان. ممتنه جدا لحمزه سمان لانه اعطاني من افضل الممثلين ماريا زريك. ماريا زريك يعني ما في كلمات تعبر عن ماريا زريك. ماريا زريك هي يعني فعلا واصله المكان اوريدي، يعني ما شاء الله تبارك الله في التمثيل. خلتني حسيت انه انا وهي شخص واحد لارا. ف جدا ممتنه لها. وطبعا اكيد برادلي جريج اللي هو الممثل الثاني هو جاء عن طريق الكاتب. فمع علاقاته بالمنتجين في هوليوود حصلنا على هذا الممثل، وهو اوريدي واصل في مجاله الفني في هوليوود. فتعاملي فقط مع هذول البروفيشنال اكترز وانه يعني هم اوريدي لهم باع طويل في التمثيل ونجاح في التمثيل، اكسبني خبره كبيره كمخرجه في انه اتعلم حتى منهم في نقاشي معاهم، في لانه يعني ممكن حتى اللي متابعيني على سناب شات يتذكروا اللي هو البيهايند ذا سينز، خلف الكواليس. كانوا بيصرخوا وبيتكلموا حتى قبل ما اقول اكشن، فكانوا بيدخلوا في الجو الممثلين قبل ما اقول اكشن. فحتى اللي في الست كانوا في ناس قامت دمعت عيونهم هم يشوفوا حتى لارا وهي تمثل. فتجربه الست نفسها كانت جميله جدا. لما اخترتي هذا النوع من القصص او من الافلام، يعني بنعرف انه دائما عندنا في السعوديه الاغلب يروح للاشياء اللي تكون لايت او فاني على اساس انه يكون انتشارها اسرع والناس لها قبول اكثر، ما خفتي لما تطرقي لهذا النوع او من الافلام؟ شكرا على هذا السؤال، من جد شكرا على هذا السؤال، لانه انا بالنسبه لي احب انه انا مخرجه انا اشوف نفسي في مجال واحد فقط اللي هو الثريلر والهورر او الرعب والغموض. هذه الافلام اللي انا اشوف فيها نفسي كمخرجه. جربت افلام كثير وانواع كثير من الجانرز، هذا اللي انا بشوف نفسي. ليش؟ لانه لما بتاثري في الناس وبتخوفيهم بتطلعيهم من الفيلم وهم بيفكروا ليش صار هذا الموضوع. فلما اخلي المشاهد يفكر ويحلل ويقوم الصباح وبرضه يحلل، او حتى يفتح النت وبيبحث عن تحليل الفيلم، هذا انا هذا رسالتي. او يتاثر بالرعب او يومين ثلاثه. شكرا. اكثر يعني فيلم رعب هاجر، بما انك جبت سيره افلام الرعب، اكثر فيلم رعب فعلا انت كمخرجه حسيت انه ده الفيلم قصه ومحتوى واخراج شدتك؟ شدني فيلم
قرر انه فيلم جيت اوت. جيت اوت جيت اوت رائع الفيلم هذا جدا جدا جميل، بيدخل في سيكولوجيا الشخصيه. انا ما احب افلام الرعب يعني، بس هاجر يعني فعلا انا ما اتوقع انه طب لازم نعرف وجودك. هاجر كمان ايش هتسوي في يعني حجاز وبعدين نكست طيب ايش يعني اعمالك القريبه ان شاء الله؟ انا عندي فيتشر فيلم، خلصت لسه كتابه الفيلم الطويل ومنتظرة دعم، أحد يدعم إن شاء الله السينما الحين جاية، فإن شاء الله نلاقي منتجين يدعموا هذا الفيلم إن شاء الله. وفيلم قصير أنا عندي رعب، بس ما أتوقع أنه الحين في أحد كثير قالوا لي أنه أنا مستعدة أنه خلاص أدخل في مجال الأفلام الطويلة، فمتحمسة جدا لهذا الشيء. وبرضو أنه عندي فكرة مسلسل بتعاون مع مخرجين سعوديين، فنتمنى احنا شغالين على هذا الموضوع، ويا رب انه يكون في خطوه يعني تساعد في انه احنا نخرج هذه الافلام. طبعا هاجر احنا اكيد نتمنى لك كل التوفيق، واكيد يعني تعبك وجهدك اكيد راح تجني ثماره زي ما كنت تتمني واكثر. شكرا لوجودك. شكرا على اصلاح مشاهدينا، فاصل وراجعين.